حالته صعبة أوي يا حبة عين، ادعوا له يا ولاد. ابعتها على الجروب بسرعة. حاضر يا ماما، بعتها. ما تزودهاش بقى. ما خلاص بقى يا رشدي، سيب شوية المونة، زمانها جاية في الطريق. خنقني أساسا. بس تفتكروا هتيجي؟ هتيجي يعني هتيجي، أنا خطتي ما تنزلش الأرض أبدا. أنت فاكر شادية في الزوجة 13 لما في آخر الفيلم طلعت تجري على رشدي أباظة عشان تنقذه لأنها عرفت إنه هيطير من إيديها؟ أمك بتتكلم صح يا رشدي، الكانولا هي الحل الأول والأخير، الكانولا يا رشدي. بتتريق عليا؟ بسيرك تقعد القعدة ليه على فكرة؟ هي حتة سكرين شوت لدينا مراتك. لا خلاص خلاص الدنيا عليه. خلاص يا حبيب قلب أخوك والنبي خلاص، وادي الكانولا هي يا عم. بوز أو النبي بابا بلعت الطعم وجايين في الطريق، أي خدمة. أنكل رشدي مش هوصيك كلام بالراحة عشان يبان إنك تعبان. عايزاها تتقطع حتت حتت. تلعوش شوف واحد تاني، رشدي أباظة في الزوجة ال 13. متشكرين يا حازم، متشكرين قوي، واشكر الدكتور صاحبك لأنه قام بالخدمات كلها. حاضر. وصل وصل. يلا بابا فين؟ باباك راح يعمل مكالمة. يا نهار اسود، هو ده وقته؟ ماما جت هنقول لها دلوقتي؟ اسمعي انزلي عطليها وقولي لها أي حاجة تتعطل بيها، ها؟ ارغي شوية، وأنت انزل دور على أبوك، وأنا هنده الممرضة تيجي هنا قصادها تقول كلام خطير قوي على أبوك. الله انتوا قاعدين ليه؟ يلا احنا قولي. استنى يا شريف، شريف اوضة رشدي عبد الحفيظ فين؟ 302 كده صح؟ اخر الطرق يا فندم. يوه ده وقته، يلا جم. منى منى يا طنط يا طنط. الحمد لله. طمني طمني رشدي ماله؟ في ايه؟ الحمد لله هو كويس، كان عمال بيسأل عليك يا منى، بيقول منى فين؟ هاتوا لي منى، انا عايز منى. الدكاترة قالت ايه؟ الحمد لله. بس اطمن على البنت، انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انت كويسه؟ انا كويسه يا حبيبتي. احنا كويسين، طمنيني طمنيني، عايزه اطمن. بابي فين يا طنط؟ بابي بابي فين؟ استني بس، والله انا تركيزي واحد من التوتر ما بقاش. هو في الـ في الـ في البتاعه دي بيعمل اشعه مقطعيه، اشعه مقطعيه. طيب ايه؟ تعالوا نروح له. يلا. لا مش ايه ايه فاهميني انا كده مش فاهمه. ما توصليش. بس يا منى التليفون ان شاء الله. تليفون ايه دلوقتي؟ الو. ايوه بجد؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ماشي ماشي، يلا باي 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 باي، احنا جايين. منى معايا اهي، يلا باي باي باي. هو فين؟ رشدي رجع. خير؟ يلا بينا. ايوه من هنا من هنا من هنا. الحمد لله الحمد لله. لسه ضربات قلبه مش منتظمه؟ لا للاسف. هي الجلطه دي بتيجي من ايه؟ واضح ان في حاجه قويه زعلته قوي. كويس انكم لحقتوه وجبتوه هنا على المستشفى. اهم حاجه الفتره الجايه محدش يضايقه ولا يزعله نهائي، لان احنا مش عارفين ممكن يحصل ايه. يا حبيبي مفيش اي زعل بعد كده. متشكرين قوي يا قمر، انت عملتي خير كتير قوي قوي، ربنا ان شاء الله هيردهولك لما يتخرب بيتك. يا امي انا تعبان.